بالنسبة للدخول المدرسي لولاية بسكرة 2024 2025 فهو إيجابي من حيث الهياكل، حيث استلمنا مجمعين مدرسيين وأيضا 9 متوسطات و7 ثانويات، بالإضافة سنتم استلام فيه. سيعرف قطاع التربية لولاية بسكرة خلال الدخول المدرسي استلام عدة مؤسسات تربوية في الأطوار 3 الابتدائي المتوسط والثانوي، وعدد هذه المؤسسات يتجاوز 20. هذا الكم الهائل من المؤسسات سيلعب دور كبير في نقص من الاكتظاظ وتقريبة مسافة التنقل للتلميذ. نشكر السلطات المحلية على هذا المجهود المبذول في هذا الإطار البيداغوجي لتقريب التلاميذ إلى مقر سكنهم. هذا الصرح المدعم والذي سبقه بعض المرافق البيداغوجية من متوسطات وابتدائيات لتقريب التلاميذ وأبنائنا ومعاناة التنقل إلى مناطق أخرى. المنطقة هذه خاصة قداشة ومجنيش وباب الضرب ورقيقة كانت تعاني يعني في وقت سابق من تنقل التلاميذ يروحوا على 2 كيلومتر 3 كيلومتر باش يقراوا. درك الحمد لله الدولة خمت فيهم، نشكر السلطات اللي خمت فيهم ودارت المثانوية لهنا.